خلاف بقى الكبير ان احنا يا جماعه في مصر الان الدوله فوق الجميع، الدوله قبل الجميع. هتقول لي يعلن النهارده عبد الفتاح السيسي ان الدوله قبل الرئيس، يعني دايما في ناس مركزين معاه هو بيتكلموا عنه هو، لا يمشي لا يقعد لا مش عارف ايه. هنا هو بيتكلم النهارده لما على المشروعات، لما كان اللي هو مصطفى امين بيقول له اللي هو مدير هيئه الهيئه الوطنيه للمشروعات، بيقول له انه طبقا لتعليمات سعادتك، قال له لا مش طبقا لتعليماتي. ودي كلمه غريبه، يعني ممكن ايه دايما اي رئيس او اي مسؤول في اي حته لما تلاقي المرؤوسين يقول له هو ده طبقا لتوجيهات سيادتك يا فندم وطبقا لتعليمات سيادتك يا فندم، فخلاص تعدي الكلمه يعني. فالنهارده قال له لا دي ده مش طبقا لتوجيهاتي، امال طبقا لايه؟ طبقا لانه كان في خطه في مصر موضوعه والان الاداره المصريه بتنفذها. طيب خلونا نسمع الكلام الاول ونرجع نوضحه اكتر. شبكة الطرق القومية اللي بيتم العمل عليها الآن بناء على توجيهات سيادتك بيتم إعدادها على أعلى مستوى حتى تكون شبكة طرق ومحاور تنمية مستدامة على مستوى الجمهورية. يا دكتور عاصم أنا مش عايز أقول للناس إن ده توجيهات، أنا عايز أقول لكم إن دي خطة، الخطة القومية للطرق والتجمعات الإمرارية دي خطة موجودة في الدولة المصرية من قبل إحنا ما نيجي، والدكتور عاصم عارف كده والدكتور مصطفى عارف كده. هي الفكرة كلها ان احنا بنعملها بس مش ارادة، يعني مش توجيه. وانا بقول الكلام ده عشان اللي قبل مننا عملوا شغل كتير وعملوا تخطيط كويس، ولكن كان يمكن محتاج الامور ان هي تتنفذ. فاللي انا بقول عليه ده واللي بقول عليه الدكتور عاصم انا بقول لكم ده كلام مش وليد وجودنا او وجودي انا في الوظيفة ديت، لا لا. ولا يا دكتور مصطفى لا صحيح لا محاور الطرق القومية. خليني بس خليني احط النقطة ديت عشان ندي كل الناس حقها. دي دولة كانت بتشتغل ومخططة ومنظمة، بس احنا قدرنا ان احنا ناخد جزء من المخطط ده ون ايه ونعمله حتى بما فيها المدن الجديدة. انا بقول الكلام ده ليه؟ لان الموضوع ده مش بندافع بيه عن على حد يعني، لكن عايزين نفهم اللي بيسمعونا من كل المستويات يعني ان الدول اللي بتبقى فيه اجهزه بتخطط لها وبتهدف ان هي تبني دوله بجد، بس هي الفكره كلها هل في فرصه لكده ولا لا؟ الفرصه موجوده ليكم يا مصريين بحاجه واحده، مش بالإرادة، مش إرادتنا. إرادتنا تصطدم بعدم الاستقرار. إرادتنا لو في إرادة لينا إن احنا نبني ونعمر ومفيش استقرار في مصر مش هنحصل. النقطة دي مهمة جدا، بس خليني أصحح لأن أنا قلت لحضراتكم إنه الرئيس كان بيرد على اللي هو مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية. هو في الحقيقة كان بيستوقف الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، يعني للتصحيح. نقطة مهمة فين هنا؟ إنه دايما كل رئيس كان بيجي كان بيعتبر إنه مصر اتولدت يوم ما هو تولاه، مفيش حاجة قبلها. وعايز أقول لحضراتكم كمان الأحداث الكبيرة في مصر بتتعامل بهذا المنطق، يعني مثلا ثورة يناير لما حصلت اللي قاموا بثورة يناير اعتبروا انه مصر اتولدت يوم 25 يناير 2011 وما كانش في حاجة قبل كده. متعودين على ده، ومتعودين كمان انه الاعلام والكتاب والمثقفين والمفكرين والفلاسفة والسياسيين والناس في الشارع يغزوا ده فيتعاملوا فعلا مع انه الرئيس اللي جاي ده هو مصر اتولدت على ايديه، مفيش حاجة قبل كده. هنا النهارده زي ما سمعتوا عبد الفتاح السيسي بيكسر هذه الاسطوره، يعني بيكسر الكلام ده لانه مصر ما اتولدتش يوم ما تولى عبد الفتاح السيسي الرئاسه ولن تنتهي بعد ان يترك منصبه. تمام؟ يعني ده منطق، هو بنفسه اللي بيرسخه، يعني هو بنفسه اللي بيتكلم عنه. فالنهارده مثلا لما الناس تيجي يقول لك المشروعات، هو
بيرسي قاعدة. المشروعات دي لا، دي كانت موجودة، الأفكار كانت موجودة. طيب ما تنفذتش ليه؟ ما تنفذتش لظروف كتير. خلاص؟ هل ما كانش فيه إرادة سياسية كافية؟ ممكن. هل ما كانش فيه تمويل كافي؟ يعني كان فيه أولويات أخرى؟ أنظمة الحكم اللي قبل كده كانت شايفة إن الشارع يهدى وياكل ويشرب ويتعمل له مهرجانات ويعني يبقى مبسوط ومش مشكلة تتأجل هذه المشروعات. ممكن يعني أي سبب من الأسباب دي نقدر نفسر بيه ليه المشروعات دي تأجلت كل هذه السنوات. النهاردة اللي هو الرئيس يقول أن الدولة قبل الرئيس، والدولة قبل الحكومة، والدولة قبل أي مؤسسة من المؤسسات. وعاوز يقول لك كمان أن دي دولة كان العمل فيها متصل، لولا الجملة الاعتراضية اللي حصلت من 2011 ل 2013، فدولة مستمرة بمؤسسات قوية، وهو ده اللي حمى البلد. ليه؟ النهاردة مثلا الدكتور مصطفى مدبولي يكشف عن حقيقة أو عن وضع هذه المشروعات. وهنا ايه الكلام، انا اشهد ان الكلام جه بالصدفه، لانه الرئيس كان بيسال وزير الاسكان عن مدينه السويس الجديده تخلص امتى، فقال له احنا عندنا يعني بنشتغل في المرحله الاولى، فاتكلم الدكتور مصطفى مدبولي. واعتقد انه ما قاله مهم جدا، لانه بياكد ايه؟ بياكد يا جماعه ان احنا قدام دوله الناس فيها بتشتغل مش عشان الرئيس او عشان الحاكم او عشان اللي بيحكم ده مين، لا، الناس بتشتغل في مؤسسات الدولة بشكل يتبني عليه بعد كده. فيكشف مصطفى مدبولي انه اللي بيحصل ده جزء من خطة بدأت الدولة المصرية. هو كان رئيس المعهد القومي للتخطيط وقتها، وكان معاه الدكتور مصطفى، كان معاه الدكتور الجزار، عاصم الجزار. فعملوا خطة اسمها الخطة الاستراتيجية لمصر، اللي هو ايه؟ الخطة دي تتنفذ في 40 سنة.